أغلب علامات الساعة الصغرى ظهرت، وما بقى على يوم القيامة إلا القليل. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه العلامات من قبل 1400 سنة. وعشان تعرف إنه ما ينطق عن الهوى كل الكلام اللي قاله قاعد يصير، وبذكر لك الحين بعض العلامات الصغرى اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء وأكثر شيء منتشر حاليا، ويمكن الحين وإنت قاعد تقلب في المقاطع شفت واحدة منهم، والعلامة هي ظهور الكاسيات العائيات. وذولا مو ظهروا بس، بل انتشروا بشكل ما احد يتصوروا حتى في وطننا العربي. ثاني شيء والعلامة ذي قاعد تظهر الحين وقاعد نشوفها، وهي عودة ارض العرب مروجا وانهارا. وذي العلامة ظهرت وقاعد نشوف مقاطع وصور لاماكن كانت صحراء قاحلة وبدأت تتحول لانهار واماكن خضراء. وثالث شيء انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، وذا الشيء قاعد يصير بالفعل. نهر الفرات بدأ ينحسر ويطلع آثار وأشياء مدفونة من زمن طويل، وعلامات كثيرة مرة ظهرت. لو تبحث عن إيش هي علامات الساعة الصغرى بتنصدم، لأن كل العلامات قاعد تصير قدامك وإنت مو حاس. بس السؤال لك إنت يا عزيزي المتابع، إيش تستنى عشان تتوب؟ هل تستنى الشمس تطلع من مغربها وينقفل عليك باب التوبة؟